مشاهدينا صباح الخير، احلى صباح دايما من فيت بيت. رح كون اليوم عم بشتغل معكم اكسرسايزز للتايت هيبس، يعني اذا عنا الانر ثايز او اجرينا شوي منن لينين رح يكونوا هالاكسرسايزز عم بيساعدونا لنلين اجرينا، وبنفس الوقت رح نكون عم نشتغل اكيد ستريند على عضلات الاجرين كلها او تمارين قوه. رح كون عم بلش بالتمرين الاول يلي هو لونجز، بس هالمره رح اشتغله شوي وايد اكثر من العاده. بدي اجرب رجع اجري لورا واشتغل اللونجز بطريقه انه ساعد هالتايت هيبس انه يصيروا الين مع الوقت. مثل ما شايفين بلشنا بهيدا الاكسرسايز الاول، رح نعمل 8 رابس بس، نعمل هولد ستريتش صغير على اجرينا ومنغير اكيد الجهه. رح نشتغل نفس الاكسرسايز على الجهه الثانيه. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، خلينا هولد، ناخد نفس، نريح شوي. رح نعيد الاكسرسايز بس هالمرة رح نشتغل على رينج بعد أوسع. بهالشكل منوسع قد ما فينا ومننزل أكتر ديب بهالشكل. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هولد، سويتش سايدز، نريح شوي. رح نشتغل على الجهة الثانية. مثل ما شايفين عم وسع على أكثر شيء بقدر وسعه باللانجز لأستفيد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، آخر مرة هولد داون وبريح. ريح 10 seconds. مثل ما قلت لكم تمارين قوة، بس بنفس الوقت هدفنا أنه نشيل هيدي التايتنس من الهيبس أو من الانر ثايز. رح كون عم بشتغل اكسرسايز الثاني على الأرض. ننام على ظهرنا. رح نشتغل باترفلاي بريدجز، بنحط اجرينا بهيدي الوضعيه، ايدي عم باخذ سبورت من الارض وبطلع لفوق، بوصل لفوق. 1 بفتح اجري، 2 3 4 بنزل بطلع على الماكسيموم اللي بقدر اطلع عليه. 1 2 3 4 بنزل كمان مرة لفوق أكثر ما فيي، باخذ نفس أكيد، عم بتنفس كل الوقت، بنزل بعد مرتين أب لفوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وآخر مرة لفوق على الماكسيموم قد ما فيني أتحمل، بعلي الهب، بفتح الانر ثايز قد ما فيني وبنزل. واحد على الماكسيموم اللي بقدر انزل عليه، اثنين، ثلاثة، أربعة، هلا هولد، باخذ نفس، تيل اوت، ريح حالي، ريح اجري شوي. عم نشتغل هالتمارين بنفس الوقت عم نشغل اجرينا من قدام من ورا الجلوتس، بنفس الوقت عم نشتغل على اليونت الانر ثايز. مثل ما قلت لكم رح كون عم بشتغل اكسرسايز ثاني سنجل ليج بريدج، بس هالمره رح مد اجري بهالشكل، رح اطلع باجر وحده بريدج. فينا اذا بدنا ما نصعب كثير تمرين نطوي الاجر شوي، نطلع على الماكسيموم رينج بنقدر نوصل له. اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعة، ثمانية، أب هولد، ريح. أكيد بدنا نغير الإجرين، بفتح إجر، إجر الثانية ثابتة على الأرض، بطلع لفوق قد ما فيني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة،
ستة سبعة ثمانية، خلينا فوق ومنريح، نريح حالنا شوي، ناخد نفس. رح نكون عم نشتغل كمان آخر اكسرسايز بنفس الطريقة. هالمرة بدي اياكم تطلعوا قد ما فيكم لفوق، يعني بدنا نحاول حمينا وصرنا جاهزين لنطلع على الماكسيموم رينج لفوق. بطلع بعمل هولد 5 سكندز وبنزل اب هولد اند داون، كمان لفوق، قرب اجري شوي لعندي وبطلع لفوق، كمان لاست تو واخر مره لفوق. خلينا 10 سكندز هولد على الاخر، بنحس ستريتش بالهيب فلكسرز ومنريح. رح اختم انا وياكم باثنين اكسرسايزز ستريتشنج كمان بيساعدونا انه نلين هيدي العضلات. رح كون عم حط اجري بهالشكل، رح قرب بالورك لقدام، برفع ايدي باخذ نفس، دايما بدي اقرب بوركي مش باجري. سويتش سايدز، اجري لقدام وبقرب the hip to the front، باخذ نفس، exhale out. كل stretch بنصحكم تعملوه 30 seconds تقريبا. تاني stretch رح يكون بقرب اجري لقدام بهالشكل، رح كون عم نزل حالي، ايدي قدام، بفتح الصدر، كمان سويتش سايدز، نقرب الاجر هيك تو ذا سايد بهالطريقه، هولد، ونحاول نعمل بريس تحت طلع لقدام، نرفع التشست، دروب ذا شولدرز داون، ناخذ نفس، اكسهيل اوت. هيك بنكون خلصنا تمارين اللور بودي لليوم، واكيد نهينا بتو ستريتشنج اكسرسايزز كثير مفيدين وبلينوا الهيب فلكسرز. بنصحكم تكونوا عم تعملوا ثلاث جولات من هيدي التمارين، واكيد كمان ثلاث جولات من الاكسرسايزز اللي هن ستريتشنج اكسرسايزز، كل جوله يكونوا عم تعملوا هولد ل 30 ثانيه. بتمنى لكم نهار حلو، واكيد انا رح اشوفكم بتمارين جديده بكره.